الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفع سعر خام نفط البصرة الخفيف والثقيل يوم الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخامات الأخرى، وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.99 دولارا للبرميل الواحد، فيما سجل سعر خام البصرة الثقيل 65 دولارا للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 2.54%، وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى سعر مقارنة بالنفط الأخرى لدول منظمة أوبك، حيث سجل الخام العربي الخفيف السعودي 68 دولارا للبرميل، وسجل مزيل الجوب ميربن الإماراتي 68.21 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 67.22 دولارا للبرميل. أعلنت وزارة التخطيط في العراق عن انخفاض عدد مقاولات مشاريع الأبنية والإنشاءات في القطاع العام بنسبة 3.20% خلال العام 2020. وقالت الوزارة إن نتائج إحصاء مقاولات الأبنية والإنشاءات في القطاع العام لسنة 2020 سجلت انخفاضا شديدا بنسبة 3.20، حيث بلغت 551 مقاولة و51 مقاولة مقارنة بسنة 2019 التي بلغ عددها 691 مقاولة. وأضافت أن محافظة نينوى احتلت المرتبة الأولى في عدد مقاولات مشاريع الأبنية والإنشاءات المحالة، حيث بلغت 135 مقاولة بكلفة 59 مليار من عدد المقاولات الكلي. أعلن محافظ القادسية زهير الشعلان ضبط 3 شاحنات محملة ب 350 طنا من الحنطة المسمومة. وقال الشعلان إن مفارز الأمن الوطني في المحافظة تمكنت من ضبط 3 شاحنات كبيرة قادمة من محافظة واسط محملة بكمية 350 طنا من الحنطة غير الصالحة للاستهلاك البشري. وأوضح أن نتائج الفحص المخبري أثبتت أن الكمية التي تمت مصادرتها منخورة ومصابة بآفات، وتم صبغها لغرض بيعها وتداولها بين المسوقين. انخفضت أعداد الاحتجاجات العمالية في الأردن عما كانت عليه خلال عام 2019، إذ سجلت 145 احتجاجا فقط خلال عام 2020 مقارنة مع 266 احتجاجا عام 2019، وبنسبة تراجع بلغت 45%. وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض إن العام الماضي كان الأسوأ بالنسبة للعمال في الأردن، كما هو الحال ربما في العديد من البلدان بسبب جائحة كورونا، من حيث فقدان عشرات آلاف الفرص والتضييق على العمال وارتفاع الانتهاكات ضدهم. اقترب البنك الأهلي المصري من اقتراض مليار دولار من مجموعة من البنوك وفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وقالت المصادر إن البنك رفع حجم القرض البالغ مدته 3 سنوات وسيتم استخدام جزء منه لإعادة تمويل ديون حالية. وكان البنك يخطط في البداية لجمع 750 مليون دولار من مجموعة صغيرة من البنوك، لكنه زاد المبلغ المطلوب على حد قول المصادر التي أشارت إلى أن 14 مقرضا يشاركون في الصفقة. ختام الموجز برعاية الله.